ارتفعت درجات الحرارة وزادت أشعة الشمس من حدتها، فلا بد أن أول شيء يخطر على البال هو تناول المثلجات لتخفيف آثار الحر. في تقريرنا اليوم سنأخذكم إلى معمل نزار محمد السلمو للمثلجات، حيث لم تؤثر الظروف الصعبة والتهجير القصري على عمله، بل استمر بتصنيع المثلجات السراقبية المتميزة في جودتها وطعمتها وصناعتها الرائعة في ريف إدلب الشمالي. نحن بنشتغل بوزة سراقبي عربي من شيء 8-9 سنين توارثناها. بالنسبة لي صار علي شغف فيها وصرت حبها كثير، واللي بيشتغل فيها بيحبها. البوزة السراقبي مشهورة كثير، كانت في بداية الثورة العالم تجي من حلب، من قبل الثورة العالم تجي من حلب، مشهورة في الهيطلي، بوزة حليب وهيطلي. في الثورة قطعت حلب، ما بقى في طرقات نتيجة الحرب والمعارك اللي صارت، قطعت طرقات. بعدين نحن طورنا عليها، صرنا نشتغل عدة نوع أنواع غير الحليب، صرنا نشتغل مثلا كرز طبيعي، فريز طبيعي، ليمون طبيعي، بالإضافة لقشطة وعسل وفستق حلبي. خلال تقدم الجيش الأخير، النظام الأخير على مناطقنا، نزحنا باتجاه الشمال السوري إلى بلدة كلي. عدنا تأسيس من أول وجديد، يعني تكلفنا آلاف الدولارات، رحنا ماكينات، رحنا مولدات، عدنا من الصفر تقريبا، والحمد لله رب العالمين رجعنا كوننا حالنا ورجعنا اشتغلنا. طورنا، صرنا نشتغل نبيلي، صرنا نشتغل مارك إيطالي، كاسات، كبايات، بالإضافة للجوالين اللي على الدراجات النارية على الموتورات. بالإضافة اشتغلنا قشطة وعسل وفستق حلبي. وكانت البوزة السراقبي مشهورة في شوطته وفي طيبته وفي نعومته، ولحد الآن الحمد رب العالمين يعني الممتازة في أذواق الدنيا. يعني في عالم بتحبها شايطة وعالم بتحبها مي شايطة، بس يعني الأغلبية الشوام والحموي بيحبوها مي شايطة. بالنسبة لنا هون في إدلب بنحبها شايطة، وبالدنيا أذواق سبحان الله. طريقة تحضير البوزة العربي، حليب حيواني بالإضافة إلى زبدة وسحلب ومكوناتها، وبالنسبة للمارك الإيطالي حليب بودرة، الإيطالي نفاش للكبايات، كمان حليب بودرة وسكر وسحلب ومكوناتها معروفة. يعني بالنسبة لبوصة اللف، قشطة وعسل وفستق حلبي، مكوناتها قشطة وحليب وعسل وفستق حلبي، ونحن بنلفها لف، يعني بتصير من الداخل فستق حلبي ومن الخارج فستق حلبي، وفعلا ممتازة كطعمة وكجودة ممتازة. نحن بالنسبة يعني واجهنا صعوبات كثير، منا غلاء المواد الأولية كثير، يعني عموجي بالسنة الماضية عن هاي السنة في فرق في غلاء المواد الأولية كثير، وأكثر شيء فرق التصريف الدولار عن التركي. ما يعني نحن بنشتري المواد الأولية في الدولار وعم نبيع على التركي، فرق التصريف ضر كثير. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.